ما يمكنش نتلاقاو اليوم بلا ما نهضوا على الحكومه وعلى الحصيله ديالها والاخوان السيد الرئيس والسي اوجا والسي الوزير كانت عندهم مناسبه، وبلا ما نتكلموا على الاوراش والبرامج الملكيه الكبيره اللي اليوم عندنا كامل الشرف اننا نقوم بالتنزيل ديالها على ارض الواقع. فمن بعد نتائج انتخابيه فهمنا الرساله، فهمنا ان المغاربه بغاو تحالفات اللي هي واضحه وباينه، بغاو حكومه ملتزمه اللي كتحقق انجازات اللي هي تكون ملموسه. حنا ملي جينا للحكومه كنا واضحين، وهذا الشيء قلته في الحصيله ديال نصف الولايه. قلنا اشنو بغينا لبلادنا، شنو بغينا للمواطنين والمواطنات، شنو كينتظروا منا المغاربه. وفي الحقيقه الامور ما كانتش سهله، وهذا الشيء لازم نذكروا به. نهار جينا كانت البلاد مازال كتعاني من الكوفيد ومن الاثار ديالو، لقينا قدامنا كذلك الحرب الاوكرانيه الروسيه، من دون ان ننسى ازمه الجفاف اللي كنعيشوها هذه اكثر من 3 سنين. لقينا كذلك الحوار الاجتماعي واقف، الناس في القطاع العام وفي القطاع الخاص كل شيء كيشكي، كل شيء ما عجبوش الحال. لذلك ما كانش ممكن نبقاو واقفين وكنفرجوا، وقلنا رغم الظروف فاش جينا لازم نكونوا عند تطلعات جلالة الملك وتطلعات المغاربة اللي تقوا فينا واللي بغاونا نحسنوا من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ديالهم. تحملنا المسؤولية ديالنا، وقلنا كاين جوج ديال الملفات اللي هما كبار واللي هما مهمين. اولا خاصنا نتجاوزوا الظرفية والإكراهات ديالها ونحافظوا على القدرة الشرائية للمواطنين. ثانيا خصنا نواصلوا تكريس اسس الدوله الاجتماعيه كيف ما بغاها سيدنا الله ينصرو وفي الوقت ديالها المحدد. وراكم تابعتم معنا الحصيله اللي قدمت في البرلمان، وهي هذيك الحصيله اللي تقدمت في البرلمان هي حصيله للتاريخ، حصيله غادي نبقاو نفتخروا بها كحزب وكحكومه، لانها حصيله ديال المغاربه كاملين وضعناها مع المغاربة، لأنها حصيلة ديال الأسرة المغربية، لأنها حصيلة فيها التنمية للجميع. وأنتم كمنتخبين من حقكم أنكم تفتخروا بالحكومة ديالكم. هذا الشيء اللي درناه في 2.5 عام، يعني راه ما قدرتش تديروا حكومات في ولايات كاملة ديالها. فنحن جميع الملفات، قلت فتحنا جميع الملفات وجميع الاوراش في 2.5 عام. التعليم، الصحه، الدعم الاجتماعي المباشر، التغطيه الصحيه لجميع الفئات، دعم السكن، تدبير ازمه الجفاف، تجاوز اختلالات السياسه المائيه، زلزال الحوز، الحوار الاجتماعي، كل هذه يعني نقاط اللي كبيره واللي اختناها في 2.5 عام وقمنا بالواجب ديالنا. بالمناسبة هادشي ديال الحوار الاجتماعي شخصيا استغربت من بعض التصريحات، وقلت كيفاش يمكن هادشي، زعما هاد الكلام كله كيتقال بالنسبة للمواطنين، وما كنفهمش كيفاش انه البعض اللي كان كيعرض الزيادة للموظفين كيقول لك لا ما تزيدوش الموظفين في الأجور، اليوم كيقول لك لا خصكم ما تعطيهمش 1000 درهم، تعطيهم 10000 درهم. يعني سبحان الله بين عشية وضحاها هذا ما وقع. لكن يمكن نفهموا ان هذه التناقضات الى رجعنا شويه للوراء وشفنا كيفاش كاين يتنفذ هذا الملف ديال الحوار الاجتماعي في هذه 10 سنين اللي فاتت، راكم غادي تفهموا كل شيء. حكومتنا في النصف الاول من الولايه ديالها مكنت الموظفين ديال القطاع العام والاجراء ديال القطاع الخاص من زيادات كبيره وتاريخيه، واللي هي ما خصنا نعترفوا بالقيمه ديالها. ما كان سهل في هالظروف انك تزيد الموظفين زياده ديال 1000 درهم او لا 1500 ديال الدرهم للاساتذه او لا 3000 ولا 4000 ديال الدرهم اللي كندوزوا لواحد المرحله اخرى. وكنقولوا كون كانت الامكانيات
يعني غادي نتجاوبوا اكثر، ولكن غالب الله ان الامكانيات هي اللي موجوده اللي سمحت لنا باش نمشيو لهذا المستوى. انا نقول لكم مباشره انه الى المغاربه ارتاحوا كذلك في هذا الشيء، هذا في هذه القرارات، هذاك هو الربح ديالنا. بغينا الناس والمواطنين يبقاو يذكروا هذه الحكومه بالخير ويبقى راسنا مرفوع قدامهم ووجهنا حمار معاهم. بغينا نخليو مدرسه، بغينا نخليو مدرسه مزيانه لوليداتنا، بغينا نوجدوا سبيطار مزيان للاسره المغربيه باش ما تبقاش تفكر للطبيب اكثر من المرض. بغينا المغاربه يكونوا بحال بحال، يكونوا متساويين في الحقوق. بغينا جميع المغاربه يلقاو المدرسه والطبيب والطريق وجميع المرافق الاساسيه. وهذه النتائج المهمه، اسمحوا لي نقول لكم، انتم كتمشيو للميدان وكتلاقاو بالناس، الناس راه حسات بها، الناس حسات بها والاثار ديالها وصل للمواطنين في المجال الترابي والمحلي واللي هو اساس التعاقد ديالكم مع الساكنه باش كسبتوا الثقه ديالهم. وحنا عارفين انه مازال قدامنا تحديات كبيره. نعم سي اوجار، انه من حقكم انه يكون طموحات اكبر في المستقبل. وهذه التحديات في واحد المجموعه ديال المجالات، اشكاليات الماء، اشكال انعاش التشغيل عبر تطوير الاقتصاد الوطني. وهذا الشيء حنا غنشتغلوا عليه ان شاء الله وغادي نحققوا نتائج مهمه في هذا النصف الثاني من الولايه ديالنا. لانه ما حنا الان الا في نصف الولايه وباقي عامين ونص اخرى اللي غادي نحققوا فيها ان شاء الله منجزات كبيرة للمواطنين. هذه مناسبة كذلك ما تفوتنيش الفرصة باش نشكر الفريقين البرلمانيين ديالنا ورؤساء اللي حاضرين معنا اليوم في مجلس النواب ومجلس المستشارين على العمل الكبير اللي كيقوموا به وعلى التفاعل ديالهم الإيجابي مع الأوراش والبرامج الحكومية وعلى المسؤولية ديالهم مع فرق الأغلبية باش نوصلوا مسار التنمية ونزلوا الالتزامات ديالنا مع المواطنين. احنا موجودين حيت بغينا المغاربه التنميه الشامله، بغينا المغاربه يرتاحوا على مستقبلهم ومستقبل وليداتهم. المهم عندنا هي التنميه ولا شيء من غير التنميه، المهم عندنا هي الاسره المغربيه ومستقبلها. وهذه وقتكم وحنا معكم وخدموا بلادكم وغادي تلقاونا بجنكم. هذه مرحله جديده ان شاء الله، نبغي نشجعكم باش تكونوا موجودين مع المواطنين وحنا وراءكم باش الناس سميتو. وانا جد فرحان بانه دزنا واحد هذه المرحله ديال ما يسمى بالبيلون. كانت هذا شهر تقريبا حقيقه خلقنا ضباء ونقاش كبير في داخل البلاد وعلى المستوى العالمي. ما عمرنا ما يعني كان بعض رؤساء الحكومه كيجيو كيخدموا ساعتين وصافي لو لوندوما ما كيبقى لا اثر لا ما كيديروا ما قبل وما بعد ما قبل وما بعد وبين النقاش موجود. وهذا حزب ديمقراطي، بغينا الديمقراطيه تحط. وباش نقول لكم بانه يعني النتائج ديال هذا العمل اللي قامت بها الحكومه راها جد ايجابيه بالنسبه للمواطنين، يكونوا متاحين جد إيجابية. إما يعني تشويش ولا هذا شيء عادي في السياسة، لاحظنا بأنه بكل صراحة يعني في بعض الأحزاب ديال المعارضة تلمو هذا الشيء كان قوي وعطى نتائج، أنه خلق ارتباك كبير عند بعض الأحزاب ديال المعارضة، كاين ارتباك. حنا كنتفرجوا، ولكن هذا لا يعنينا أنه الحمد لله الطريق ديالنا راه مسرحة والمسار ديالنا غادي نمشيو فيه، وغادي نكملوا البناء ديال المغرب كما بغى سيدنا الله يصوره، وغادي نتعاونوا مع المغاربه، وداك الشيء اللي في جهدنا غادي نديروه ما غاديش نقصروا. شكرا لكم.